أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الله. نعم إن شاء الله في صوت الآن. يا الله خير إن شاء الله. اسمي حيدر كاظم، لقب أبو كاظم، واسمي في البايلوكس بالنت نيم صارم 1979. رأيت رؤيا والحمد لله رب العالمين في يوم عفوا في يوم البارحة، كانت رؤيا عظيمة صراحة. كان في مناظرة مع أحد الأشخاص، هو من كبار علماء السنة، يعني من كبار علماء السنة، يعني شخص يعني اسمه يعني كبير قوي يعني كان، وقال أبي الطيب الشيخ عبد العال سليمة: أنت الذي سوف تحاوره. فصراحة يعني كنت بعيط، قلت لهم هذا شرف عظيم لي وكبير، ولكن أنتم أجدر بهذا الأمر يعني. فقال الشيخ عبد العال، قال: لا، هذا أمر الإمام صلوات ربي عليه، وهل تستطيع أن ترد على الإمام؟ قلت له: لا، أكيد لا أستطيع أن أرد الإمام صلوات ربي. فقال: إذن سيكون إن شاء الله المناظرة معه، وأنت سوف من تناظره، ولكن حسب شروط. أولا ضوابط يجب أن توضع، هذه الضوابط، بعدها إن شاء الله يعني تبدأ المناظرة. فكانت الضوابط يعني كالآتي: الأخ العقل السليم، الأخ العقل السليم هو المسؤول على كل النساء الأنصاريات، يعني هو كان مسؤول عنهم، الحافظ لهم يعني كفيلهم، ستر وطليهم يعني. نعم. والأخ عماد علي، الأخ عماد علي كان مخصص فقط للدعاء، يقول: ربي إني مغلوب فانتصر لدينك، وكان يقرأ دائما يكرر دعاء كمي. وكان الأخ الطريد هو من يعني يحافظ على كل الأنصار في الغرفة، يحافظ على كل الأنصار في الغرفة. وكان الأب الطيب الشيخ عبد العال سليمة كانت بيده لافتة، يعني زي راية زي لافتة يعني كده، وبيلف يعني حول الغرفة، وكانت الراية مكتوبة فيها: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وكان بيلف يعني راية زي راية كده، يعني زي لافتة كبيرة كان هو حاملها وبيلف. الحمد لله رب العالمين. فبدأت المناظرة، المناظرة كانت قوية جدا يعني قوية جدا 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 يعني. لأن هو كان يعني شخص مش عادي يعني، هو المناظر كان شخص مش عادي يعني. نعم. فالحمد لله رب العالمين، يعني كان إفحام ليهم، إفحام سبحان الله، يعني اندثروا اندثروا نهائيا يعني. فبعد كده يعني خلصت المناظرة، وقلنا احنا الحمد لله رب العالمين يعني الفائزين عليهم. وبعد كده اصبحت فرحة كبيرة قوي يعني، والله حتى كانت السماء تمطر ورد، يعني كانت تمطر ورد، يعني فرحة كانت سماوية يعني، سبحان الله، يعني فرحة يعني مش قادر اوصفها يعني، والله العظيم والله العظيم والله العظيم، يعني كانت فرحة مش قادر أوصفها يعني كبيرة أوي يعني. وكانت السماء أيضا كانت يعني بتمطر ورد. فالحمد لله رب العالمين، كانت الفرحة كبيرة، وكل الأنصار، وكان عماد عفوا وكان العقل السليم بيقول يعني: ما تخافوش، أنا موجود وبنفذ اللي قاله الإمام صلوات ربي عليه، أنا ستر وغطى للخوات الأنصاريات الطاهرات، مش هخلي حد يعني يلمسهم بكلمة. وكان الأخ عماد بيقول الكلمة دي: أنا جاهز إن شاء الله
خذ راحتكم، انا حاطه بدعائي بقول دائما الكلمه دي يعني ربي اني مغلوب فانتصر لدينك، وكان يعني يقرا ويكرر دعاءكم لي. واذا كان يعني الاخ الطريق كان بيقول يعني وكان بيلف الشيخ عبد العال بيلف بسرعه طبعا في سرعه بيلف، وكان في له الرايه او اللافته دي يعني اللي مكتوب فيها من كنت مولاه فهذا علي مولاه. الحمد لله انتهت المناظرة. بعد كده يعني سمعنا يعني جاء خبر ان الاب الطيب الشيخ عبد العال سليمة يعني تعور، فحصلت يعني حصلت ضجة. الشيخ عبد العال تعور يعني هم عورونا كلنا يعني مش بس عبد العال يعني. فالانصار اللي في العراق راحوا للسفارة العراقية ويعني للدولة، فأنا والشيخ الطريق أقول لهم كلمة أنا والشيخ الطريق رحنا يعني رحنا عليهم قلنا لهم لا ما حدش يتدخل وهذا هو أمر الإمام إن شاء الله يعني سوف يؤتي الخبر. وكان يعني بيدي شيء من الإمام صلى الله عليه وسلم يقول لا يتدخل أحد، الشيخ الطريق هو أخو عبد العال سليمة والصار اللي هو حيدر هو ابنه، ما حدش يتدخل يعني انتم كلكم ان شاء الله حتوفوا وتكفوا، بس احنا عاوزين هم اللي يروحوا، هم اللي كانوا فقط في المناظره هم اللي يروحوا. وكان اللي يعني اللي بيستنانا في مصر العقل السليم وعماد بس، العقل السليم وعماد بس. فاتصلت بشيخ رجب واتصلت بالجيش الغضب قالوا لا احنا هنتدخل، قلت لهم لا يعني عذرا الامر ده جه من الامام يعني مختوم من الامام امر، انتم ان شاء الله يعني حتكونوا معانا بدعائكم يعني بس احنا حنروح والامر انتهى. فاللي عاوز يعني يعمل حاجه يعملها بدعائه بس. رحنا للسفاره عملنا كل يعني الحاجات المطلوبه دي وعملنا فيزا واخذنا معانا رئيس الوزراء رئيس الحكومه العراقيه اللي هو نور الملكي. نور الملكي راح لمين؟ لمحمد السيد. قالوا صار يعني احنا ادينا لهم الحق والدستور بيقول كده يعني ونحن مش عاوزين دم يعني بيدخل فيها، خلي بيدخلوا المحكمه معززين مكرمين وبتسمعهم. وكان الملكي يعني صراحة في يعني باليوم ده يعني مسيطر قوي يعني بيتكلم بسيطرة، وكان محمد مرسي يعني راسه في الأرض ما بيتكلمش نهائيا يعني. فرحنا لمصر دخلنا في محكمة. أنا كنت لابس يعني يومها يعني زي عربي يعني بنقوله في العراقي الغطرة الشماغ والعقال يعني غطرة زي عربي عقال وشمار وخاتشية يعني بشت عضاي نعم. فكان معايا الأخ الطريق كان لابس يعني كرافتة وكده يعني قاط لابس قاط زي رسمي. ودخلنا للمحكمة كان منتظرنا بس العقل السليم وعماد، العقل السليم عماد على الميمنه والعقل السليم على المسره كانوا امامنا يعني واحنا بس يعني احنا بس اربعه دخلنا في المحكمه. وكل غرفه المحكمه كلها قاعه كبيره قوي يعني كلهم كانوا من يعني من السنه يعني من الوهابيه يعني بالاخص الوهابيه، وكانوا بينظروا لنا يعني بنظره يعني مش كويسه يعني. فاتكلم القاضي قال اتكلم يا طريد، اتكلم الطريد بعد كده شوية محكمة لان كان الشيخ عبد العال كان يعني متعور واحنا اقمنا دعوة عليهم يعني لان هم السبب اللي عوروا الشيخ عبد العال. فحصلت محكمة يعني هم جاوا طبعا هم جاوا عدد كبير واحنا بس اربعة يعني عددهم مهول جدا وكلهم بيشابوا يعني كلهم نعم الوهابية كلهم يعني كلهم بيشابوا كلهم صورة واحدة. فكان اتكلم الشيخ الطريق شوية يعني واختنق بعبرته يعني
دام يبكي يعني، احنا نقول بالعراقي بيبكي. فبعدها استأذنت من القاضي، القاضي قال لي اتكلم يلا يا سارة. سبحان الله دخل يعني في الوقت ده دخل الشيخ عبد العال أبو الطيب ومعه شباب اثنين، يعني هو كان في سادية سرير يعني بتاع مستشفى، كان لابس أبيض ومغطي في شرشف أبيض يعني حاجة دي كده بيضة يعني. كان واحد منهم لابس بنطلون وخميس، والثاني كان لابس يعني دجاجة يعني جلابية يعني كده، وكانوا شباب يعني بيترسوا العين يعني مش كده يعني شباب بيترسوا العين. فجابوا السرير خلوه قريب على القاضي فين المكان اللي بيتكلم فيه المحاميين، وضعوا هناك واحنا يعني امامه. فاخذت المايك واتكلمت، انا اتكلمت في وقتها يعني مش صارم صراحة يعني والله العظيم يعني مش صارم يعني ولا اكبر محامين في البلد يعني، وكان الدفاع وكأنما اني يعني ادافع يعني ادافع ليس فقط عن عبد العال سليم، لا ندافع عن علي بن ابي طالب يعني في حاجة مخصوصة في علي بن ابي طالب صلوات ربي عليه يعني. فاتكلمت والله اتكلمت كلام يعني انهزت القاعة كلها، الوهبية بقى ايه يعني بقوا صغار كتير يعني زغروا لحد يعني زغروا كتير. فالقاضي حط ايده على المكتب بتاعه وقال يعني امرت المحكمة العليا بان لا يجوز التعدي على انصار الامام احمد الحسن، واي تعدي هيكون ذلك بخلاف القانون ويتحمل كافة الاجراءات القانونية، ياخدوا راحتهم ويتكلموا زي ما هم عاوزين يعني براحتهم يعني والله العظيم. الأب الطيب قال ايه اللي هو الشيخ عبد العال، قال يلا بينا لساحة كبيرة. خرجنا من المحكمة ويعني انا كنت في يومها يعني لما كنت بتكلم يعني كنت عصبي جدا يعني، وكانت العباية بتاعتي يعني برفعها وبنزلها يعني زي ما بيقول يعني عصبي جدا. المهم خرجنا من قاعة المحكمة، الشيخ عبد العال قال للعقل السليم تعال وراح. قلت له فين؟ قال شوية واردة. وكمان قال لعماد علي تعالى يا عماد كلمه في ودنه شاوره يعني، قالوا ماشي انا هروح اجيبهم. فاحنا رحنا انا والشيخ عبد العال والولدين والقريد، رحنا في ساحه كبيره قوي في مصر يعني ساحه جميله جدا، وكان فيها سياج يعني سياج يحيط الساحه. شويه دخلنا فيها جت سياره كبيره كان فيها منبر كبير يعني منبر زي ستيج او مسرح كبير يعني بالصاج نون الصاج، وكان فيه منبر يعني في داخله منبر. فنزلوا عماد عفوا العقل السليم، وكان فوق المنبر مكتوب وكأنما هي السماء يعني لون بلون السماء يعني معرفش يعني حتى من السماء مكتوب فيها قال علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه افضل الصلاه واتم السلام لابنين بمصر منبرا. نعم كانت هذه الكلمه يعني موجوده فوق المنبر. بعدها جاء عماد معه سياره نزلوا منها انصار، ايوه منبر مصر يعني. جاء عماد ومعه انصار 24 انصاري فقط. 24 انصاري فقط، الانصار دول منين؟ يعني من مصر. وكان معاهم سيد حسن الحمامي، وكان معاهم على ما اظن يعني رحم الله شهداء الدعوه السيد ضياء يعني قدس الله روحه الشريفه كان موجود يعني، كانوا معممين وفاتحين حنك. عماد
هو 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 ما كانش معمم يعني يا عماد، لما خرج من الـ من الـ من الـ المحكمه ما كانش معمم، رجع لا معمم، كان لابس عمامه وفاتح حنك. والعقل السليم نفس الشيء يعني لما خرج من المحكمه يعني ما كانش لابس عمامه، لما رجع كان في راسه عمامه وفاتح حنك. ف يعني جلسنا كلنا وكان الأب الطيب معانا، فقال لي قال اصعد واخطب. كانت الخطبة الأولى مشتركة، يعني مشتركة معانا احنا الأربعة بس. من هو المهدي الذي يولد في آخر الزمان؟ وما اسمه؟ وكانت مصر كلها، يعني مصر عددها كبير، يعني مش كلمة يعني مصر، لا مصر عددها كبير، يعني نسمتها جدا كبيرة. كانت الساحة كلها مصريين، وكانوا يعني بيتشبثوا في السياق ده يعني، وبيسمعونا. كان سماعات كبيرة، وجلسوا الأنصار ل 24 نفر. فصعدت في الخطبة الأولى اتكلمت كلام يعني سبحان الله، هو التسديد يعني سبحان الله تسديد. وكانت مصر كلها بتسمع، يعني كلها بتسمع. خلصت الخطبة الأولى، عرفت ايه معناه يعني المهدي الذي يولد في آخر الزمان، اسمه يواطى اسمي، واسم أبي يواطى اسم أبي، ومعنى ايه أنا ابن الذبيحين، يعني في التفصيل في كل كتبهم. هي لو ترجع للحقيقة يعني هي ما كانش خطبة، هي كانت مناظرة. نعم. فبعد كده دخلت في الخطبة الثانية. الخطبة الثانية كانت من هو أحمد الحسن، يعني كانت خطبة مخصوصة فقط من هو أحمد الحسن. الناس بقى المصريين عملوا إيه؟ كلهم يعني كانوا لابسين يعني الإمام مولانا صلوات ربي عليه الصلاة والسلام، كانت المخصوصة يعني الثانية بتاعه. نعم. المصريين كانوا لابسين يعني لابسين بنطلون وقميص وتيشيرت، يعني كده يعني مصريين احتياديين، يعني ما فيش وهابية منهم. فعملوا ايه؟ صعدوا فوق السياج ونزلوا في الساحة واحد بعد واحد، وكانوا يعني جلسوا مع الأنصار وبيبكوا، يعني بيبكوا، وكان كل واحد منهم بينظر في عين الثاني المصري اللي جلس معاه بصفه، كان في يتكلم معاه في عينه، يعني بس في عينه يقول له احنا كنا فين، يعني احنا كنا فين، احنا غلطانين، احنا عملنا ايه، احنا ملتهين بس بالدنيا. نعم. فبعد كده كملت الخطبة الثانية بتاعي، بصيت لقيت الساحة سبحان الله ال 24 لا جابوا كل يعني الساحة كلها مصريين كانوا بيسمعوا وبيبكوا. بعد كده يعني ربنا شاهد على كل كلمة، انا يعني انا في حاجة هنفجر يعني عاوز اقولها، بس يعني ما اعرفش ايه هي دي يعني. فبعد كده يعني دخلت في صلاة الجمعة اللي ركعتين في صلاة الجمعة، فاول يعني وكأنما شاشة خرجت، شاشة كبيرة فيها سورة الجمعة وسورة المنافقين، وكانوا بيقولوا سورة الجمعة دي لينا وسورة المنافقين دي لينا. المصريين بيقولوا يعني احنا كنا فين، يعني ايوه احنا يعني احنا لما كنا قاعدين كان يعني كان يوم جمعة، ايوه يعني هو كان يوم جمعة، يعني لما خرجنا في الساحة وكمان يوم يعني يوم المحكمة يوم جمعة، وكمان يوم الخطبة يوم يعني خطبة الجمعة، والتجمع كله كان في يوم الجمعة. فالناس بقى يعني بتعيط، وقرأت يعني خلصت انا في وقتها يعني نزعت الاقال من راسي ولفيت الشماغ على راسي وفتحت زي الحنك يعني، وصليت كملت الخطوة بتاعي وكملت الصلاة بتاعي. قال ابويا الطيب شيخ عبد العال خده بايدي، يعني خده بايدي، اخذنا في ايده وقام واقف على طوله وقال يلا بينا بنقول الكلمة دي يا منصور. وقامت والله مصر اهتزت كلها، مصر كلها اهتزت. خدنا في ايد ابونا الطيب وكان يعني صوته يعني عالي جدا، يا منصور امت، والله مصر كلها اهتزت، يعني كلها اهتزت يا منصور امت، يا منصور امت، يعني والله كانت السماء نفسها